هذا في واحد يا طويل العمر عمل في 430 يسولف لي أنا. طبعا خلوني أدخل معاكم جو القصة، يسولف لي يقول لي عمل في 1430 تعرفت على من؟ وحدة طايش، ما أدري وش الموضوع هو عنده. يقول تعرفت على وحدة وقمت أخذ وعطي معها، أخذ وعطي معها، يمكن قعدت بحدود شهرين وهي توعدني هذه المرأة أن يخلو فيها، يخلو بها. مثال الموعد يوم الربوع، تذكرون كان الدوامات يوم الربوع تخلص، كان خميس الجمعة هذاك الوقت عطلة. يقول أنا رتبت الوضع يوم الربوع كل حاجة عشان أسهر معها بالخلوة، خلوة غير شرعية. يقول أنا خلصت ورتبت وزبطت الاستراحة، يقول عندي استراحة بالدير وزبطت وكل حاجة 100% زبطتها، ورحت أحلق العصر وأنا أحلق وأنا أخلص على صلاة المغرب، على صلاة المغرب أذن. يقول رحت للبيت، هو رايح البيت بيتروش، وبعد صلاة العشاء ياخذ معه المرة هذه ويخلو فيها. يقول أنا يوم جيت البيت، طبعا بيتهم على نفس الشارع بس قبل البيت في مسجد، والمسجد هذا عنده مطب، هذا المسجد فيه مطب على الشارع. يقول أنا يوم جيت المطب وقفت وبي أرقع المطب، ويقول فاتح الشباك إلا بإذني الآية. يقول وأنا أوقف على المطب وأسمع الآية، وأسمع في أصوات تقل زوامير تقل ناس، وأسمع الآية. يقول أنا ما أدري إيش جاني، يقول وأنا أشوف العالم اللي يشري ويتكلم. يقول وأنا أمشي، يوم مشيت وأنا أروح للبيت وأنا أدخل البيت، يقول الآن صرت مربوش، يقول صارت بربشة. يقول وانا رايح للبيت، يوم دخلت البيت يقول اول مرة بحياتي، ادخل البيت وناظر الا في عنده، هو عنده بنتين الله يصلحهن ان شاء الله. يقول انا ناظر بناتي الا بناتي، يقول ناظر لي كذا بدون كلام بدون سلام، تقل مبنجات، تقل في شيء، تقل الامر، اشوف في كعابة بس ما ادري وش. يقول انا من سمعت الآية وانا مرتبش، وانا مقلوب فوق تحت، وبناتي قلبني بعد زيادة. يقول على طول وانا ادخل دورة المياه وانا اتوضى وانا اروح واقفل الغرفة واقوم اصلي صلاة المغرب، وانا اصلي ركعتي. يقول والله ما طولت بالركعات، يقول يمكن كلبون على بعضهم يمكن بحدود 5 دقائق 10 دقائق اللي انا صليتهم، ودعيت الله يا رب اصرفها، يا رب اصرفها عني، يا رب اصرفها، يا رب اصرفها، يا رب اصرفها، وقوم ادعي الله سبحانه وتعالى يا رب اصرفها يا رب اصرفها. يقول طلعت انا 10 دقائق بعد صلاة المغرب، يقول 10 دقائق اللي انا دعيت، بس يقول دعوة دعوة من قلب صادق. يقول طلعت، يوم طلعت الا وانا اروح عند بناتي وانا قاعد عند بناتي الا بعد صلاة العشاء، الا على اذن صلاة العشاء واروح اصلي صلاة العشاء، وانا اجي اللي يدق جوالي، يدق المرة تدق. يقول وانا طنش لين الساعة 12 بالليل. يوم جاء الساعة 12 بالليل اللي ترسل لي رسالة، ما ودي اني اقول لكم الرسالة هذه ولكن انتم تفهمون الرسالة هذه، الكبار يفهمونها. وهذا تقولوا معنى الكلام، ما انت رجل ما فيك خير، يعني انتم عارفين الشيء هذا. يقولت ما بي خير، ماني رجل ولا اغضب الله سبحانه وتعالى. يقول وانا اتركه وخلاص، صارت حياتي الحمد لله 100%، ولا علي منن ولا نظر لهن ولا اشوف الشغلات هذه كلها ابدا ما اشوف الشغلات هذه. يقول تجي عام 1434 وتصير لي معامله، والله العظيم قسم بالله يا ناس، والله العظيم هذا اللي حصل بها شوت هنا. يقول تصير لي معامله بنك التسليف، ابي اقدم على قرض، قالوا ما يصير بنك التسليف، تعرفون نظام بنك التسليف كل ابو كب.
يقول بيقدم على قرض، قال وانت عندك قرض وعندك كفيلين لازم تشيل واحد، قرض ما تاخذ، او عنده كفيلين يا ربي، قالوا انت كافل الاثنين، كافل الاثنين، قالوا انت كافل الاثنين، شوف قالوا انت عندك كفيلين ما تكفل، ما تاخذ قرض، لازم تطيح من الكفاله. يا ولد انا عدل بدل معامله البنك التسليف، قالوا لازم تطيح واحد منهم. يا ناس وقوم توسط واسطات 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 واسطات. يوم الاثنين، يوم الاثنين برمضان السالفة هذه، هم يبغى فلوس بأي شكل من الأشكال، يبغى لا بنك يعطيه، وكان يبغى فلوس، يبي قرض من بنك التسليف، يقول وأنا أقدم واسطات 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 ما في فايدة، وأخويا اللي يعرفوا الناس بنك التسليف وقم فيهم، هو يسهر ليلة الثلوث عند واحد من أخويا معروف هذا الرجال، ويسمع الكلام هذا، وفي ثلاثة مع الرجال هذا بنفس المجلس. قال يا شباب، هو يقول لي سوق، قال يا شباب ما تخبروا لي واسطة، ما تخبروا لي، قال ما في، قال سكرت وسهل، سكرت الأمور، قالوا سكر، قال قفلت قفلت، قالوا قفلت، قال أنا واسطتي الملك، هو يقولها كذا، يقول أنا واسطتي الملك. قال شلون واسطتك الملك؟ تعرف الملك؟ قال لا مو الملك عبد الله، أنا عارف ملك الملوك، واسطة، يقول أنا واسطتي ملك الملوك. قال ملك الملوك ما يدري شو السالفة، والله العظيم رجال يقول وأنا أفتح الشباك، قلت يا رب، يقول كذا، قلت يا رب تذكر المرأة، وأنت ما وأنت تعلم الغيب والماضي، تعلم كل شيء، تعلم الله سبحانه وتعالى، قلت يا رب تذكر المرأة اللي أنا خفت من عذابك وصرفتها، ما أبغى أجيها كله من عذابك، يا رب مش لي هالمعاملة، يقول كذا، يقول يا رب مش لي هالمعاملة. يقول أنا يوم قلت هالكلام، تعرفون يوصف لي الوصفة، تعرفون اللي يستنشق بالربو، مرض الربو، وشون مكتوم ويأخذ له بخاخ وشون يفتح الرئة، يقول زي كذا جاني شيء برود وتقلي انشراح بصدري، تقلي انشراح. ويقول يوم ناظرتهم قلت بكرة المعاملة تمشي، يقول بكرة المعاملة تمشي، واللي بشرني له 2000 ريال. واثق، قال وخص واثق، وانت قال انا علمتكم المعاملة تمشي غصب عن الراضي والزعلان، واللي بشرني له 2000 ريال. انا انت مسبقونا بالبشارة، بس الطيب منكم ياخذ البشارة، السباق ياخذ البشارة. يقول يوم جاء الصباح وانا اقدم اوراقي للبريد الصبح، وانا يقول وانا اروح اداوم، يوم رحت الدوام اسرع معاملة بالتاريخ، اسرع معاملة بالتاريخ، كل ابوكم خذيته من بنك التسليف، وتعرفون مواعيد بنك التسليف، وتعرفون متى تقعد المعامله وكم يوم تقعد المعامله، حتى لو عندك واسطتك مدير عام بنك التسليف ما تقعد ساعه، هذا قعدت ساعه، يمكن لو عندك واسطه تقعد كم، يمكن 3 ايام 4 ايام 5 ايام، صحيح، لكن هذا ساعه، الساعه 11 الرجال يدق عليه، الساعه 11 الدوامات تخبرون الساعه 10 برمضان، الساعه 11 يدق عليه، قالوا معامله راحت البنك للصرف ساعة. قال أنا ما قال أصلاً، هو يقول أنا أصلاً أدري إن المعاملة تمشي، ما همتني المعاملة، أدري إنها تمشي غصب عن الرضا والزعلان، لكن أنا همني كيف مشت المعاملة، شلون مشت، كيف مشت، نتكلم كيف مشت المعاملة، اسمع شلون مشت المعاملة. يقول طبعاً في مدقق وفي مراجع وفي كاتب شيكات كل هذه، يقول راحت المدقق والله وقع عليها وداها للمراجع، المراجع راجعها وداها بسرعة سريع لم حق الشيكات، جاء حق الشيكات كتب الورقة الخضراء حق التصرف هذه وختمها فوق المعاملة وحطها عنده، وش يقول انت حق الشيكات هذا؟ طبعا هو راح قال بيعرف شلون مشت، حق الشيكات هذه قال انا كتبتها قلت بعد رمضان عشان تمشي وين؟ لان متى العطلة؟ العطلة يوم السبت اخر يوم دومات الربوع الخميس بوقتها، اخر يوم دومات كانت صارت دومات الخميس، تغير النظام. يقول انا اخر يوم دومات اللي قدمها الثلوث الربوع الخميس اخر يوم دومات، جاء انت يا حق الشيكات كتب عليه شيك وترك وقع وكل حاجه، بس باقي توقع المدير بس، لكن ما تروح الا بعد ما بعد متى؟ بعد رمضان تروح المعامله. جاء حق البريد الصبح الساعه 10:30 راح للمدير،
قال هذه جميع المعاملات اللي توقع عن أمس وقبل أمس والأسبوع اللي طاف اللي درسنا وخلصنا الصرف أبو الدهن لما البنك العربي. قال المدير خلاص ودهن والله يستر عليك، أنت بتروح عمره ترك الربوع والخميس مسموح، الله يستر عليك روح. قال خلاص أنا لأني بروح عمره، أنت يا المراسل يقول. قال خلاص راح، راح أنت يا المراسل ودي المعاملات هذيك. جاء المدير يشيك لأنه نهاية الدوام، يشيك على المكاتب. قال وش المعاملة هذه اللي عندك؟ قال هذه تركها بعد العيد. والله ينظر للمدير قال ما دام خلاص خلينا نوقعها، هو يوقع المدير بس لكن ما في مراسل يوديها، قال خلا جاهزة بعد العيد هو ينزلها. إلا هذا على دخلة المراسل عليها، كلبهم اجتمعوا وين؟ مو مكتب المدير عند حق الشركات. جاء المراسل قال له المدير وش جايبك انت يا المراسل؟ قال نسيت جوالي بالمكتب ابي اخذه. قال ما دامك نسيت جوالك الله جابك، يمكن الله يحب راعي هذا راعي المعامله، خذ المعامله هذه معك من ضمن المعاملات ساعه. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم ساعه. لليوم هذا يسولف هذا الشخص يقول والله العظيم لو اني داعي بوقتها 100 مليون جني، لكن والله العظيم أكبر الكبائر عند الله، أكبر الكبائر، أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى الإشراك، قتل النفس اللي بغير حق، والزنا. الثلاثة ذول تجنبهن. أنا ما أنصحك عن باقي الأمور، رح طح باقي الأمور، لا ما أنصحك أنا بالشيء هذا، لكن أنا أقول لك الثلاثة ذولي من يمكن الموبقات عند الله سبحانه وتعالى، من أكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وأنا ماني شيخ أحدث عليكم ولا بعدين، على فكرة هذا الشخص والله العظيم قسم بالله علي العظيم إنه يدخن، وقسم بالله علي العظيم وقسم بالله ما هو تقي، ما هو شيخ يعني تقول علامة ولا مدين راعي دين، لا 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 نفسنا طبيعي عادي، لكن صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا موضوعنا وهذه سالفتنا اليوم لكم.